مشاهدينا بدي احييكم مع ال 21 ايلول هو اليوم العالمي للسلام يلي الامم المتحده بتحتفل فيه بهالنهار بالسنه، ولكن احنا كل يوم لازم نحتفل فيه حتى نطالب بالسلام. والسنه اكيد اخدين عنوان لهالموضوع العام 2022 هو انهاء العنصريه وبناء السلام. وبيقول أكيد اليوم الأمم المتحدة بتقول إنه تحقيق السلام الحقيقي بيطلب أكثر بكتير من مجرد إلقاء السلاح. الأمر بيطلب بناء مجتمعات بيشعر فيها جميع أعضاء المجتمع إنهم قادرين على الازدهار، كما ينطوي على خلق عامل يعامل فيه الناس على قدم المساواة بغض النظر عن أعرافهم. وبالتالي بيقول الأمين العام أنطونيو غوتيريس، بيقول عنصرية ما فتئت تبث سمومها في المؤسسات والهياكل الاجتماعية ومناحي الحياة اليومية في كل مجتمع، ولا تزال تشكل عاملا حاسما في استمرار عدم المساواة، ولا تزال تحرم الناس من حقوقهم الإنسانية الأساسية، وهي تزعزع استقرار المجتمعات وتقوض الديمقراطيات وتنال من شرعية الحكومات. وإن الروابط بين العنصرية وعدم المساواة بين الجنسين لا لبس فيها. طبعا كلمات كتير معبرة حلوة كتير، وقديش كلنا منصلي للسلام ومنطمح للسلام، ولكن بقرارة نفسنا نحن كل واحد منا بيقدر بمسؤوليته يصنع السلام بمكان ما. من هيك لكل فاعلي السلام على هالأرض نحن بدنا نشد على إيدهم وبدنا نعمم أكثر موضوع السلام. ولبنان اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى حتى ما يتزعزع المجتمع اللبناني يلي عم يشهد كتير من الانتهاكات، عم يشهد كتير من عدم الحصول على أبسط حقوق المواطن اللبناني. كرامة الإنسان كتير مهمة، التربية، الصحة، الاستشفاء، السكن والعمل، هودي أمور أساسية لازم يتأمنوا للناس، وإلا كل المجتمعات بتنهار. ونحن بلبنان يعني يمكن على الخط الأحمر. اليوم بدنا ننبه كتير لهذا الموضوع، وبدنا دايما نصلي ونذكر يلي بيشتغلوا للسلام ويوقفوا الحروب. يعني حرب أوكرانيا روسيا ليك شو خربت العالم وخصوصا منطقتنا، وعم تنعكس علينا بالاقتصاد وبأمور تانية، خصوصا أسعار المحروقات يلي اليوم مش بس لبنان مأثر فيها، العالم كله مأثر فيها. وما بعرف نحن إذا رح نلحق، رح يكون في ترسيم حدود، إذا رح نقدر نعمل اتفاق، رح نقدر نطلع غاز، كلها أمور هيدي بدنا نصلي حتى تقطع بسلام، وحتى نحس حالنا نحن كلبنانيين ثروتنا الوطنية ما تروح هدر، إنما كمان تكون بخدمة المجتمع اللبناني وبخدمة الوطن. معلومة. بمعلومتنا لليوم، جمعية المصارف بعد اجتماعها اليوم قررت الإبقاء على الإضراب ولغاية التنين المقبل. أما رئيس اتحاد نقابة موظفي العاملين أو موظفي المصارف بقول لا نريد إلا الحد الأدنى من الأمن، وإلا لن نعود إلى العمل. متابعات. بمتابعتنا لليوم بدي بلش بورشة إعمار بظهر الصوان. هالورشة يعني أخذي أكثر من 3 أمتار على طريق عام، أخذي 20 متر بأرض ناس، وبالتالي ما عم تخلص هالورشة، لأنه أولاً اللي عم بيعمر هو أخذ أكثر من 20 متر حاطت فيها التراب والكاميونات، ويعني عملها ورشة كبيرة بأرض خاصة، وهو عم بيعمر على حق المرور وبيقدروا جيرانه يوقفوه عن العمار، ولكن ما حدا عم يقبل اليوم يسمع صوت الناس يلي ورشة بتبقى من الصباح للساعة 6 بدون توقف وباستمرار بين كاميونات وكمبرسورات وترابة ونقليات، وكلها هيدي على حساب الناس. وبالتالي بلدية ظهر الصوان مفروض تحزم أمرها بهذا الموضوع. وأيضا الجديد كمان فيها أنه ما حدا عم يقبل، ما عم يسمع، يعني اللي عم بيعمر ما عم يسمع أبدا
لا صوت الناس اللي عم تتشكى ولا جيران ولا أي شيء. وهيدي إذا بقيت هيك خيفانين إنه تستمر حتى بالشتاء. والأكثر من هيك إنه حمامات العمال يلي وضعوا لهم هلأ نيه مي سخنة حتى يتحمموا لأنه بيبقوا بالورشة حاطينا بمواجهة بيوت الناس، وهيدا شيء ما بيصير. يعني بأي ورشة بتكون بعيدة أقله عن السكن أو عن عيون الناس، فكمان هيدي في رفض من قبل كل البنايات يلي موجودة حولها هالورشة هيدي الكبيرة اللي هي لأحد الأشخاص من بيت لبكي. وبالتالي مفروض توقف اليوم قبل بكرة وتطبق كل شروط البناء، من ناحية أولا ساعات العمل، ثانيا ما فيها تاخد مساحة 20 متر ساحة عامة وبأرض خاصة، كمان هيدي ما فيها كمان إنها تكون. وبالتالي أكتر من هيك إنه مش على حق المرور فقط، يعني عم تتعمر على حق المرور كمان. هيدي برسم أولا بلدية دهر السوان، ثانيا برسم قائمة مقامية المتن والمعنيين بهذا الموضوع. اتصالاتكم على 04-444-444 بيخد أول اتصال لليوم. ألو؟ ألو تفضلي. ألو وي بونجور. بونجور مدام. أنا عم بطلق صرخة كرمال شاب عمره 52 سنة، عنده ولدين. نعم. وبحاجة لعملية زرع قلب اصطناعي. نعم. صرنا زمان عم نناشد بس ما المعنيين واليد البيضة تيجي توقف حدنا، عنده ولدين شباب صغار وأنا مرته، بس عم بطلب منهم حدا يساعدني كرمال نقدر نعمل له هالعملية. مدام نحن كلفتها كتير كبيرة. نحن مرقنا يعني أكيد الام تي في بالأخبار بثمانية أيلول، مرقت الفيديو وسمعنا سمعناكي وسمعنا منصور حكيم يلي اليوم من على فراش المرض عم يطلب انه هالمساعدة لانه في وسيلة لانقاذه. لليوم بعد ما حدا تجاوب معكم؟ عم بيتجاوبوا بس حرام اليدين البيضة خفيفة، بتعرفي انت كل واحد عقدته يعني من قديش بعد بيلزم لهالعملية مدام؟ من فلس الامر هي كلفتها 150,000 دولار، بعدنا بحاجة لمبلغ كبير بعد. قديه بس حتى نعطي فكرة للمشاهدين قبل ما نشوف الفيديو من جديد؟ يعني تقريبا بالحدود شي 100,000 تقريبا، 100-110,000 بعدنا نقصنا لهلا. وهلا نقلناه على الجعيتاوي لانه في مكانات عم بيحطوا له اياها كرمال القلب يرجع ينتعش لنقدر نعمل له هالعمليه. نعم يعني كمان يلي هالمكانات حق مصاري كمان، يعني يمكن يلي مجمعتهم حطيتهم هلا بجعيتاوي لقدر خليه يكفي لنقدر نركب القلب. كثير منيح. يعني هلا يلي بيقدر يساعده للمريض منصور الحكيم بيقدر يتواصل مباشره مع الجامعه مع المستشفى الجعيتاوي، مع المستشفى فيه يتواصل ويتاكد، هو موجود هلا حاليا بالمستشفى بالمراقبه بالسوان. نعم نحن رح نرجع مدام إن شاء الله خير، رح نرجع نمرق الفيديو تنرجع نبين للرأي العام والناس اللي بتحب تساعد شو وضع منصور حكيم. نشوف سوا الفيديو. بالرغم من فشل جميع العلاجات إلا أن منصور الحكيم يرفض الاستسلام لواقعه المرير، فهذا التقرير لكل مواطن لم يفقد حسه الإنساني ويريد التبرع للمساهمة في تسديد مبلغ 150,000 دولار أمريكي تكلفة عملية زراعة قلب صناعي لمنصور البالغ من العمر 52 عاما. من 20 سنة بلشنا بالسكري وصارت تتطور القصة، أهملناها يعني مثل كل الشباب. بعدين وصلنا لوقت حضرنا أول الصور، بعد 7-8 سنين حضرنا بطارية، من شي شهر غيرنا البطارية كمان لأنه خلص وقتها هيديك، وتعرضنا لعملية بتر للأجر، العضلات ما بقى عم بيشتغلوا تبع القلب، صرنا كتير ضعاف ما بقى عم بيقيموا فيه. يعني نطلب من الأيادي البيضاء والخيرة إذا فيهم يساعدونا، لأنه أنا عندي عائلة كمان، بعد عندي وقت طويل يعني مع عائلتي، ولادي صغار منهم كبار بدي ربيهم ومشان أوياهم. سنة وشهران على توقفه عن العمل، فما الرسالة التي يواجهها منصور لأبنائه؟ مثل ما علمتهم يطلعوا رجال بالحياة، ما يطلعوا خصحين، وأنا عم ربين يكونوا قاسيين بالحياة لأنه الحياة كتير قاسية، بدهم يكونوا قاسيين تقدروا يكملوا. وإذا الله أعطاني عمر أنا حد ما بتركهم. 20 عاما على معاناته بدءا من داء السكري وصولا إلى اللجوء لزراعة القلب. بعاني من ضعف شديد بعضلات القلب، المرحلة بسموها ستيج دي هارت فيلر، يعني وقت يصير المريض خلص يعني شغال قلبه على الأدوية على المنشطات، هو بده
من اغلى واحد يعني يلي بيشتغل عن عضله الشمال واللي بيشتغل عن عضله اليمين اسمه توتال ارتفيشال هارت. هيدي كلفيتها العمليه هيدي لازم تتم العمليه ما لازم تاخر عليه مثل ما قلت لك لانه وضعه صار مرحله حرجه يعني القلب اللي عنده ما بقى يمشي له اموره. عائلة منصور بانتظار عودته سالما، فزراعة القلب عملية ليست بالسهلة، إلا أن فرص البقاء على قيد الحياة عالية وتتكل على كل متبرع. على الرغم من فشل طبعا يعني هيدا نداء بنرجع بنوجهه لأنه المأمن يمكن صار محطوط بعد بدهم 100,000 دولار حتى يقدر يتركب هالقلب الاصطناعي وحتى نرجع نعطيه فرصة لمنصور حكيم حتى يربي أولاده اللي هن صغار ويلي حريص عليهم ويلي بتالي رح يعيش مع عائلته بسلام. بيستحق الإنسان مرات ما نوقف أمام المال لما بيكون في حلول طبية، فمن هيك اليوم بدنا نكثف الجهود حتى نقدر نأمن هالمبلغ لعائلته. برجع بقول إنه المريض موجود هلأ بغرفة العناية الفائقة بمستشفى الجعيتاوي، ومثل ما قال الطبيب وما بقى فينا نتأخر على العلاجات، مفروض يتركب القلب. باخذ اتصال ثاني. الو الو مرحبا. مرحبا اهلا. مدام ربيكا. نعم تفضلي. حبيبي انا بحاجه لمساعده. نعم. انا ما عندي حدا، انا مريضه عندي المراره. نعم. وعندي سكر وعندي ضغط، مش قادره اجيب الدواء، ومكسوره على اجار بيتي 9 اشهر، وسحب الملك من هلا لاخر الشهر، اذا ما بعطيه بدي فضيله البيت. وين مدام ساكنة؟ وين ساكنة مدام؟ عالدورة. الدورة. قد ايه بتدفعي بالشهر يعني بإيجارك قد ايه بالشهر؟ أنا 1,000,000 ليرة. يعني عليكي هلا 9 ملايين؟ نعم. تتبقي بالبيت، بس بدنا نأمن تتكملي يعني بتصيري كل شهر بدك تدفعي ملو، منين بدك تجيبيها؟ هيدا السؤال. ما حدا بيشتغل عندك؟ ما حدا. عايشة مع مين حضرتك؟ أنا عايشة أنا وبنتي. تشتغل بنتك؟ بتشتغل بونتر، انجا اطلع خبز واكل. ما عم تقدر تلحقوا؟ لا. والعملية وين لازم تنعمل؟ نعم. انا بترجى ايادي البيضة، اذا حدا بيقدر يساعدني الله يطول بعمرهم ويوفقهم يا رب. انه اهم شيء هلا اني نأمن اجار البيت ونتأمن كم اذا بدك تعملي عملية، ما هيك؟ نعم، حتى مقطوعة من الدواء. شو هو الدواء اللي بتاخذي؟ يعني بتاخذ دواء لشو؟ بياخذ دواء سكر وبياخذ دواء للوجع. اوكي، ما عندك اياهم هلا؟ لا ابدا ابدا. هلا انا ما بعرف اذا بقدر احط رقم، اذا بقدر احط دواء السكري على الهواء، ما بعرف اذا حدا عنده اياه بيقدر يامن لنا اياه لهالست، يعني حتى ما يصير فيها مثل منصور. يعني هلا الواحد ما بيقدر يحمل ابدا صحته حتى ما تتطور الامور اكثر، يعني اذا في حدا بيقدر يساعدها. مدام شو هو الدواء اللي بتاخذيه؟ أنا ما بعرف أقرأ يا حبيبي. ما بتعرفي تقري؟ لا. على كل حال نحن رقمك على الشاشة، إذا حدا حب يساعدك بيتصلوا فيك، يكون عندك حدا يقدر يقرأ لهم شو اسم الدواء، وإذا حدا بيقدر يساعد هالست بالإيجار حتى تبقى ببيتها، حتى ما تخلى من بيتها، يعني بتصير هي وبنتها بالشارع. رقمك على الشاشة، على سلامة مدام، أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو؟ الو. بونجور مدام ريفيكا. ايه بونجور. لحضرتك انا شاب عمري 30 سنه، انا شاب ما بشتغل. هاي مش اول مره بتحكيني. 100%. كل مره عم تحكيني ومش عم بفهم انه عمرك 30 سنه وحابب تشتغل، ما حدا عم يقدر يشغلك؟ مش قصه ما حدا عم يشغلني، انا عندي امي مقعده. انا امي لازم عمليه وما حدا. لانه انت كل مره عم تبعث لي على الواتساب عندي وعم بتقول لي وعم بتحرجني. مزبوط. انا بالعكس، نحن بدنا نساعدك اول شيء لامك، وبدنا نساعدك انه ما فيك يعني اليوم بدك تروح تشتغل كمان، انه قد ما نساعد بعدك باول عمرك. 100%. انا اكيد حابب اشتغل، بس انا المشكله ما قادر احط لها حدا لامي بالبيت ليكون حدا. انا امي اذا بتفضل الحمام انا بدي اقومها، انا امي ما بتمشي. أنا أمي على الوكر وأنجأ تقدر تقوم. بس سؤال يعني. هي المشكلة. طب كيف بدكم تعيشوا إذا أنت ناطر أمك وما حدا عم يقدر يساعدك؟ شو الأشغال اللي بتقدر تعملها؟ ما بعرف يعني. أنا كل شيء بقدر أشتغل.
مثل شو؟ بدك شيء بالبيت يعني تشتغل شيء من البيت، يعني اليوم في كتير مؤسسات على الأونلاين مثلاً. أنت شو اختصاصك؟ شو أعطيني فكرة بس إذا حدا بيقدر يشغلك على القليل تبقى مع أمك وعلى الأونلاين بتشتغل. كل شيء شو ما كان. مثل شو؟ أعطيني فكرة. يعني مثلاً بخلص وراء شو داري شو دارس يعني حضرتك؟ أنا وصل للبروفي. بس للبروفي. بس للبروفي. نعم. كيف بدك تخلص وراء؟ ما بدك تاخذهم على الدوائر وبدك تجي، ما فيك تترك، بدك يعني بقدر يعني قبل الدور بقدر أزمته واجي، يعني بقدر نسق وقتي مع الشغل. يعني عندك تقدر قبل الظهر تشتغل 4 ساعات، تقدر تترك امك بالوقت لحاله، بس ما بقيت نعم. الوقت ما بتقدر. يعني الماكسيموم للظهر بقدر اشتغل للظهر. اوكي، رقمك على الشاشه ونحن بنشجع الشغل، وانا بعرف انه كمان شاب قاعد كل نهار ما عم يعمل شيء، اكيد في واجب انساني مع الوالده، اكيد هيدي لا تقدر، ولكن كمان حتى تستمر بحياتك انت وياها بدك تشتغل، او اذا في حدا عم يسمعني وقادر يساعد هالعيله هيدي، يعني اكيد ما اول شيء بدهم مساعده، وثانيا اذا حدا بيقدر يامن شيء لهالشاب هيدا يقدر يشتغل هالاربع ساعات حتى يقدر يبقى مع امه، حتى يقدر كمان يامن لها المستلزمات اذا كان بدها ادويه او اي شيء ثاني. كمان اتصال. الو الو الو. ايه تفضلي حبيبتي، انا طالبه مساعده، بدي عمليه وعمليه كبيره كثير. شو هي العمليه؟ عمليه بالمصران، مخزوق المصران وصيد بريه. اف ايه والله. وقديه بتكلف العملية؟ قول هلا لي الله يساعدنا. 3000 دولار. بدهم اياها بالدولار ولا باللبناني كمان؟ لا بالدولار. بالدولار ايه اكيد، لانه نحن هي عملتنا الوطنية. ايه الدولار صار عملتنا الوطنية، ما بقى نحكي الا بالدولار. نعم مدام، لقلك العملية بتنعمل شيء بمستشفى الحريري يعني على حسابي وزارة الصحة ولا لا؟ لا ما فينا، ما قدرنا، جربنا بأربع مستشفيات ما قدرنا، حتى ببعبدة جربنا ما قدرنا، ما فينا نعملها إلا بجعتاوي. قال بس بهالمستشفى، ما بتنعمل بالمستشفى ولا أي مستشفى حكومي؟ لا جربنا بدار البيشي، جربنا بالكرنتينا، ما خلينا محل ما جربنا. حتى الحريري؟ حتى الحريري. العملية كتير دقيقة وصعبة. أوكي، هلا 3000 دولار يعني رح نحاول نشوف إذا في حدا بيقدر يساعدك. أكيد نحن حطينا رقمك على الشاشة، أكيد يعني دايما لما بنحكي بس نبلش نحكي مع حدا بيكون رقم دجا على الشاشة، وحتى نحن حاضرين إذا في أي معلومات بيقدروا يتواصلوا معنا، بنقدر نعطي أي معلومات إذا بدهم. يعني أنا دايما بطلب من الجديين يلي بدهم يساعدوا عن جد يعني يشكروا من القلب، لأنه في كتير وجع عند الناس، ما بقى في قدرة عند الناس، حتى ولو عم تشتغل ما فيها تأمن بقى أنها تدخل مستشفى، عم بكتير تهمل صحتها، ونحن رح نوصل لفاتورة صحية كتير كبيرة رح تأثر على كل مجتمعنا، لأنه في كتير ناس ما عم يقدروا ياخدوا دواء، في ناس ما عم يقدروا يفوتوا مستشفى، في كتير ناس ما عم يقدروا يعملوا العمليات الأساسية يعني لحياتهم. ما بعرف دولتنا هي شو هالخطة المنظمة، كمان بدها الناس تموت على البطيء؟ ما بعرف، هاي جريمة إنسانية لا تغتفر، التاريخ ما رح يرحمكم. باخد رقم اتصال تاني. ألو جور مدام ربيكا. أهلا بونجور، الله يعطيك العافية. أهلا فيك مدام ربيكا. أنا مرة مدام أرملة، نعم، عندي ابن ديليفري بيشتغل ديليفري، تركني مع أهلي. عندي خي وام مريضة راسية، نعم، لعنا غار، لعنا اكل، لعنا شي، لعنا شرب، لعنا شي، وانا عمري 60 سنة ما بقدر اشتغل، مريضة معي سكري وحالتي بالوين. مدام خيك كمان مريض يعني؟ خيي معه كونسير. وين سكنين؟ سكني ببداره. ما حدا ساعدكم؟ ما في مجمعية؟ ما حدا، رحت على جمعية عبنا بساعدونا، ما حد ما ساعدونا. اف كاريتاس ما ساعدوني كمان، ما ساعدوني، رحنا. ما معقول. راح هي قالوا له جمعة الجاي ما عادوا. شو طلبتوا؟ اكل يعني او ادويه؟ ومفروض لا ادويه ولا شيء، ومكسرين على اجار وكل شيء. عندي ابني بيشتغل دليفري، ها هو مصروفه، ها هن بيطلعوا. انجا جيب لها لامي في نحفظات. ايه لانه وزاره الشؤون مش عم تعطي بقى.
ما دام رقمك على الشاشه وبعرف يمكن مش اول مره كمان انت حكيتيني، يعني انا كثير بتذكر الاصوات وبتذكر الناس يعني حالاتهم يعني ببداره، لانه بفتكر سالتك نفس السؤالات انه الكاريتاس، سالتك انا بدي اشوف مع حدا يعني هالجمعيات الكثيره الموجوده يلي يعطيهم الف عافيه، بس ولكن مع كثرة الجمعيات والمساعدات اللي عم بتصير أنا بصير حس حالي كل نهار أربعة مش لازم بقى اسمع حدا بحاجة إنه يأكل إنه ما عنده أكل أو دواء، يعني لأنه في كتير مؤسسات اليوم مراكز طبية صحية ومستوصفات وناس عم تهتم بموضوع هالموضوع هيدا. أهلا وسهلا فيك، نحن عنا فاصل ومنتابع. نتابع الحل عنا عبر الام تي في وباخذ اتصال جديد. الو الو، ايه اهلا مشو، تفضل. مرحبا مرحبا مدام ربيكا. نعم عنا من زحلة. اهلا فيك. انا لا بدي مساعدي ولا بدي شيء، من خلال منبرك بطلب نودي رسالة بواسطة كل وسائل الاعلام بلبنان لدول العالم كله، يودوا لنا بواخر طار لبنان مات، مش ناقصه الا الدفن، مستعدين نشتغل زبالة برا بس نعرف حالنا بدولة، إذا بتريدي يعني. يا ريت الكل بيشتغلوا هون أي شغلة ونبقى بهالبلد، ما نتكبر على النعمة ونتكبر على الشغل. لا ما رح نترك البلد لحلك شغلة، ما بدنا بواخر، ولبنان ما رح يموت. وما لازم يموت لأنه نحن كل واحد منا بيلعب دور حتى نبقى بهالبلد، ما نترك البلد لا للغرباء ولا للناس اللي ما بيستحقوا هالبلد. يلي ما بده يشتغل للبلد ما بده يحب البلد هو بيقدر يفل. نحن معلقين مش بس بشلش بشلش البلد، وما رح نتركه لبنان، ما رح نتركه وما ما رح نترك لا القديسين الموجودين فيه ولا كل دم الشهداء يلي يعني عم يسخ يعني يلي هن اليوم عم يروا هالأرض حتى نحن نستمر، ما رح نتركها. بعرف قديش يأس الناس وبعرف قديش الناس تعبت من كذب المسؤولين ومن نفاق المسؤولين، وما بدي أقول وعود لأنه ما في شيء اسمه وعود. الوعد لما واحد بيوعد شيء بنفسه إذا ما نفذه ببطل وعد، بيكون افتراء. فنحن ما عنا ثقة بحدا، عنا ثقة بحالنا. نحن نمد إيدنا لقيت بعضنا لا عم تطلع من هالأزمة. كان عنا فرصة للانتخابات النيابية، ما بعرف هلأ شو عنا فرص تاني. اليوم اللعبة عند النواب يعرفوا بضميرهم ينتخبوا رئيس جمهورية، واليوم يكون عندنا حكومة وزاراتها تكون بخدمة الناس وللناس، عم بيتحملوا هن شرف الخدمة، خدمة الناس. مش قادرين يخدموا الناس يعتذروا، عن جد يعتذروا. في ناس قادرة تخدم الناس، اعطوها مجال، لأنه ما بدنا لبنان يموت، ما بدنا نحن يعني للأسف الشديد هذا بلد الحرف، بلد الأبجدية، بلد الحضارة، بدل الثقافة. يا جماعة وين أخدين البلد، وين أخديننا؟ أنا بدي أعتذر منك ابن زحلة، وبعرف أهالي زحلة قدام كبشين بأرضهم وقدي قاومتوا بالحرب أبناء زحلة خصوصا، ولكن نحن اليوم لا بدنا نقول يلي منه قادر يعطي لبناني فيلم من لبنان، نحن باقيين بلبنان، نحن لا بدنا نبقى بلبنان. كمان اتصال. ألو. أهلا. بونجور مدام ريبيكا. بونجور. بدي اسالك سؤال اذا بتعملي معروف، يا هل ترى الموتور بحق له اذا واحد حاطط طاقه شمسيه ودافع نيفته حقها؟ نعم. يا هل ترى بحق له يجي يقلنا انه اذا ما بتصرفوا 50 كيلووات بالشهر بدي اجيب لكم فاتوره تدفعوا 50 كيلووات قيمه هي 50 كيلووات؟ مدام هو وضع العداد كرمالته قد ايه بتصرفي؟ مظبوط. قد ايه بتدفعي؟ بغض مزبوط. النظر اذا عندك طاقه شمسيه أو عندك كهرباء لبنان أو عندك شيء تاني، صح. بغض النظر في ناس حتى يو بي اسات كمان، صح. نلغي اليو بي اسات. شهر الماضي إجا قبض منا، نحنا قبض عن شهر الماضي طلعوا 19 كيلووات لأنه كان بعد يعني معلقين حاطين الطاقة جديد. نعم. ما صرفنا كتير. نعم. بقل لي شهر الجاي مدام إذا مش دافعة إذا مش صارفة 50 كيلووات رح تجيكي فاتورة 50 كيلووات، بقى شو رأيك بهالموضوع؟ لا أنا بدي أشوف الوزارات المعنية شو رأيها بالموضوع، إنه تركين الأمور هيك الناس يعني. أنا طالع عبالي أقعد على الشمعة مثلا وبدور إلى البراد، مين قاله علي ببيتي؟ أه.
وبلكي ما عندي مصروف ببيتي أكثر من 19 كيلووات أو 10 كيلووات، شو منعمل؟ ما بعرف شو منعمل. لا هذا موضوع يعني لقلك شغلة، للأسف إذا منحكي وزارة الاقتصاد ما عندهم إمكانات، يعني لا بيقدروا يتلقوا إذا ما عندهم مزوت وماشي الكهرباء عندهم ما فيهم يتلقوا، وبدون يحطوا بنزين تيروحوا يعملوا جولات، وفي شغلات بالبلد مش مزبوطة منا مريحة. لو كل وزارة بتقوم بواجبتها ما كنا وصلنا لهون. وزارة الطاقة اخدت الأمور من الأول، اخدته هيك شعبوية وترك الناس تتواجه مع أصحاب المولدات، صفت لا صاحب المولد هو الوحيد اليوم عم يقدر يأمن طاقة، اجت الطاقة البديلة هي الطاقة الشمسية ولكن لا غنى عن الموتور، واجت كهرباء لبنان اليوم على الوعد ناطرين الغاز من الأردن ومن مصر، وهلأ عم شوف إيران إذا بتعطينا مجانا ولا مش مجانا، ومبادلة مع العراق، وبالنتيجة منوصل إنه ما عنا كهرباء. كهرباء لبنان ما عم تعطيك أكتر من ساعة، وأكتر من هيك إنه كل المعامل واقفة، هاي بالحرب اللبنانية ما صارت، بالقصف الإسرائيلي ما صار على المحطات الأساسية، هلأ صايرة منيح اللي فيه اللي تاني تيغذي بعد المواقع اللي معروف بتنعد على الأصابع. يعني لا الدولة قادرة تأمن الكهرباء، ولا قادرين نخفض سعر المحروقات، ولا قادرين نلزم أصحاب المولدات أو نعمل آلية نقول يعني اليوم ما بدنا ناكل عنب كلنا، ما حدا بده يفني حدا، بس ما حدا مرتاح وما حدا قادر يقعد بلا كهرباء. يعني بتفاجأ ليش عم بيقول لي كيك، قد ما بدك تصرفي عندك عداد بتصرفي بتدفعي. يعني كل يوم عنا نغمة جديدة وخبرية جديدة بهذا الموضوع. كمان اتصال. ألو تفضلي. مرحبا مدام ربيكا. ايه مرحبا مدام ربيكا. انا عندي ولد عنده الإبر أكتيف في الحركة الزايدة، نعم، كان 5 سنين بلا مدرسة، اوكي، لانه طلع انه بده علاج، نعم، من بعد هال5 سنين اللي كله مدرسة خصوصي لإله، بس بكلف قصته 500 دولار، هذا غير التسجيل. وانا صراحة وضعي بالأرض، ما كنت عم بقدر اشتغل لانه الصبي معي بالبيت، يعني ما يعني قاعد ما في يحطه محل حتى لا جاردوري ولا اي شيء، فا إذا بتوقف حد وفعلين خالد يوقف حد بدي حطه مدرسة، لأنه يعني ما في إلا هالمدرسة، ما بقى في حل تاني، يعني هالمدرسة ما بقى في حل غيرها. من بعد 5 سنين قاعد بلا مدرسة، ونوصف له الدواء لهلا بعدني ما عم بلاقيه، فتبرنا 10 فرماشيات دواء خصوصي بياخده مفروض ياخده يعني على طول، لهلا بعد ما لقيته. شو اسمه الدواء؟ ريتالين. هو جبت إذن من الوزارة لحتى ياخد الدواء، لأنه بلا إذن من الوزارة ما في ياخده. جبت الإذن بس ما عم لقيه، عم بضرب الفرماشيات كلها ما عم لقيه. يعني هلا اذا حدا عنده، نعم، هالدواء هيدا واعطاك اياه، عندك اذن من الوزاره انك تستعمليه؟ اكيد معي، اكيد معي ختم من الوزاره ومعي كل الاختام. يعني بحاجه لهالدواء اذا يتامن، وبحاجه كم اذا حدا بيقدر يساعدك تقدري تدفعي 500 دولار. كيف تدفعي 5 دولار بالسنه بالشهر بشو؟ كيف بدك؟ كيف القسط بهاي المدرسه؟ ال 500 دولار تندفع كل اي متى؟ يمكن قطع الخط. هلا اكيد 500 دولار القسط يمكن يكون قسط كله، يعني بيقدر اذا ما بيعتقد قسط كله، بيعتقد اول فصل يمكن او بالشهر يمكن، ما بقدر اعرف. انا هذا الموضوع سكرت المدام، ولكن رقمها على الشاشه بعده، يلي بده يساعدها بيقدر يستوضح منها لانه رقمها على الشاشه. وبتمنى اذا في هذا الدواء اللي حكيت عنه ريتالين او حدا يساعدها كمان حتى تقدر تحط ابنها بمدرسه خاصه. اخر اتصال. الو الو مرحبا. مرحبا، كيفك مدام؟ الحمد لله الحمد لله مدام. انا بدي اقول لك انا عامله حادث سياره وعندي شلل رباعي، نعم، ومعي بطاقه شؤون اجتماعيه، بس مثل كبيه بالزبالة ما لها طعم. سنين يا مدام ما عطونا احفاد، بنروح لعندهم بنقول لهم اعطونا احفاضات، بيقولولنا ايه بصير يضحكوا، بيقولولنا نحن الموظفين ما عم يعطونا معاشات، ايه مش عم يقبضوا معاشات، بدي فرشة مي ومعقورة، وبدي احفظات، كيس الاحفاضات حقه 300,000 400,000، يعني كل 3 ايام بدي كيس، بدي ادوي عاملة عملية قلب مفتوح. طيب مدام انا شو بدي مدام اذا ما لقيتي مدام نحن رقمك على الشاشة، اذا حدا بيقدر يساعدك بفرشة مي، بيقدر يساعدك بحفاضات، او بيقدر يساعدك حتى ما بعرف اذا توجهتي للصليب الاحمر اذا عندهم فرشة مي بيقدروا يعطوك اياها. يعني شو بدي اقول لك، هيدي هالبطاقة يلي هي ماشي بس بطاقة دعان حقها، اكثر من هيك ما راح احكي. صورة اليوم بنشوفها سوا.
انه يعني معقول نسرق الحديد الكورنيش البحري من طول عرضه ما حدا يشوف حدا كيف عم ينشال هالحديد وكيف عم ينسرق؟ حدا بيصدق؟ يعني انسرقوا ريجاريت بيروت ما حدا رفل له جفن، وهلا انسرقوا حديد الكورنيش البحري اللي هيدا الحديد مش معمول للزينة، هيدا مش معمول ابدا للزينة، هيدا للحماية للسلامة المرورية. فاليوم برسم مين هالسرقات هيدي اللي عم بتصير؟ هل قد نحن الامن عنا صار انه مهمل؟ مين ما كان بيجي هيك بقص شغله بيخدع على عينك كتاجر ما حدا بيوقفه؟ لانه هيدا تينسرقوا هودي منهم شغلات هيك خفيفه بتنحط بالجزدان، هيدي بدها شاحنه وبدها مفك وبدها يمكن كوبريسور. طب ما حدا شافهم هولي عم يسرقوا؟ بعدين منسرق من حالنا؟ ما هي من خزينه الدوله، هو من مصرياتنا، حدا بيسرق حاله؟ نلتقى بكره دائما مع الام تي في الحل عنا، الى اللقاء.